بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأفضل جل جلاله عما نود. ربنا ألهمنا رشدنا وزد في تقوانا يا عظيم يا كريم يا كريم يا مكرم المؤمنين بحقك يا رب العالمين. لا تجعلنا من الجاهلين لقدرك، ولا المعترضين على أمرك، ولا المستخفين بتحذيراتك يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. وقال موسى ربنا، خاطب ربي وهو يعرف أخوه سند له ووزير حقيقي له. وربنا إذا كان يحب يقصد الخلق كله، الحي فيهم والمتحرك والجامد فيهم، هو الصاعد والهابط وعلى المشهد. ربنا إنك، ورب يقول هو يعطي الملك من يشاء وينزل من يشاء، يعضد فلانة وجماعة وينكل بجماعة أخرى وأهل المشهد، وربنا دائما كل يوم في شأن. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه ماذا؟ زينة وأموالا. زينة الأموال، الزينة كلها، ما قلنا زينة العروش، زينة السمعة، زينة الجيش في الاستعراض، سواء كان استعراضك شكلي ولا استعراض بالقوة وبالغطرسة وبالظلم وإشاعة الرعب وهلمجر وقهر المستضعفين علشان الكلاب الجنود الكرب إلا من رحم الرب. شكون هم؟ هما عصابات تخدم في الصهاينة. وانظروا حال الجيش المصري الملعون إلا من رحم ربنا فيه. شوف الجيش السوري ماذا صنع، شوف الجيش السعودي ماذا يصنع الآن، وماذا صنع في زمان الآن، خاصة في اليمن. شوف الجيوشية، هل هي وصفة بالجيش؟ هل هو وصف صحيح أم هو مقلوب؟ اسألوا أنفسكم. ولهذا يقول: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال. الزينة نساء بلا حساب، وخاصة بني إسرائيل يخليها لخدمة، سواء كان جنسية ولا خدمة في القصور وفي يتنقب في أرض الله، وما جماع للزينة ولا ما تعرفون مما أغلب الأحيان الناس تحت سلطانه هائمون، أي سلطان الجنس. هنا سلطان الجنس ليس سلطان الحلال، وهنا به. ونشكر الله كثيرا على هذا الحلال. أما سلطان الجنس الحرام فهو يعين أعداءه، أي نحن على الثبات في صفاء في عالم الجنس لا كضر بالنسبة لنا، خير البشر. نعود إن شاء الله تعالى.